نتائج معدودة. طيب بالنسبة للفاشر، فاشر الطيران برضو جاب عندهم بعض الأوكار حول الفاشر، تعامل معه دمر 14 عربة ودمر تنكر بتاع مول. انت الشارب لا شنو زاد الشارب لا شنو يعني، ما عندهم حاجة، نازل اخواننا امورهم جاتت مشتركة انت امرك تمشط معانا في الساسة دي والله تمشيط زي التمشيط صفر جنجا، قاعدين في أوكار معينة طلوا صاول يقول لك ديك الفرقة، عشان كده احنا بنقول للناس ما تستعجل، هو العبرة بالخواتيم ما تستعجل، قلنا لكم ما تستعجل، حتى المثقفين منهم زي الماديب وداك طلع طلص قال لك 14 يوم وما عارف الفاشل سواقة بالقلة، تعال كشف هسه ناسك وينهم؟ وين علي يعقوب وين قياداتك؟ موضوعك الفاشل شنو؟ استحمى. طيب نجي ل طيب بالنسبة للوبيض برضه يا اخوان، الوبيض بخير، الوبيض دي زي ما قلنا لكم هجانا لديكم لا خوف عليكم، ها الشبكة تتشال يجيك واحد يقول لك قال والله العظيم ناس الوبيض، لا الوبيض بخير يا زلمة، ما تقعد تسوق الناس بالخلا، ما في اي حاجة الوبيض دي فيها الهجانات ما في اي حاجة، يقول لك انا الجماعة دي شفت جدع من بعيد كعادتهم ويصيوا ها، لكن ما عندهم اي حاجة هناك، موضوع مستحمي ومحسوم امره هناك. طيب نجي للعاصمة ام درمان، ام درمان في عمليات نوعية ما شاء الله تبارك الله شقالة، بالاضافة برضه لبعض الشغل بتاع المسيرات وده الايام دي في تزايد، لسه غرب ام درمان في جنجة متواجدين، ده احنا حاجة ما بننكرها، جنوب ام درمان لسه العمليات الارضية ما بدت، احيانا في قصف مدفعي ولحد هنا ما في اي حاجة، في متعاونين من الشقلة تم استلامهم ولا مشرفين مع ناس العمل الخاص ديل تم استلامهم ديل متعاونين الشقلة. طيب بالنسبة لل جنوب الخرطوم زي ما قلت لكم هناك في مكاسب كبيرة جدا جدا حققتها القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، ومعروف الوجهة وين، ومعروف إن شاء الله بعد كده إنه جنوب الخرطوم دي نظافتها باتت غريبة. طيب بالنسبة للقصف المدفعي شمل الصحافة جبرة، عندك الإنقاذ جنوب الحزام، عندك الرميلة، جملة العربات تم تحييدها خلال اليوم في جنوب الخرطوم عموما 6 عربة، تاني لا يوجد شيء. طيب بالنسبة للهدف العام، عندك الرياض هدف، وعندك المعمورة هدف، وعندك بيغادب هناك الجريف هدف، عندك بري هدفين، وعندك الصفا هدف. بالنسبة لوسط الخرطوم هناك في عمليات زي العمليات، في شغل كبير جدا جدا، جملة العربات المدمرة 11 عربة، بحري الطيران برضو في شنبات اليوم دمر عدد 8 عربة، بالإضافة برضو لشنو للعمليات النوعية اللي بيقوموا بها أبطال العمل الخاص. طيب بالنسبة للشعبية برضو في عربتان هناك تم التعامل معهم، في عمليات تمشيط وازعة بتقوم بها قوات العمل الخاص في المنطقة دي عموما، والمنطقة دي باتت إن شاء الله في المضمون قريبا إن شاء الله حيتم رفع التمام كامل بإذن الله تعالى. بالنسبة للجزيرة ما في شيء كده يذكر، يا هو بعض الانتهاكات اللي بتقوم بها الميليشيا كعادتها في بعض القرى، وبتستغوى على المواطنين العزل وما عندهم يعني حاجة كده لعندهم تقدم، بل إنه نازل بقوا في رقبتهم وموضوعهم استحمى، وإن شاء الله غريبا قلنا لكم الجزيرة حيترفع تماما، الناس تصبر الناس تصبر، وزي ما قلنا لكم زي ما وعدناكم بجبل مويا والجبل تمام اترفع، والدنجة تاني شفت ما يحلم به حلم بعد البلة شافوه هناك وجغم اللي جغموه هناك حول سنار، عندك السوكي وسنجا والمناطق دي، عشان نكون صريحين معاكم يا اخوانا ما في زول يغشكم يجي زول يضللكم يقول لكم السوكي ما عارف دخل الجيش، ما عارف سنجا دخل الجيش، ما عارف الجيش بعيد من الحته دي لسه ما دخلها، عشان نكون واضحين معاكم ما يجي زول يوزع لكم كلام زي ده وتعتمدوا تيجي تقول لي حاصل شنو، في حاجه زي احنا بنقولها لك اول باول. طيب بالنسبه للمنطقه دي منطقه جبل مويه تامينه او المنطقه دي اتامنت تامين شامل كامل، نشرت بعض الدفاعات المتقدمه الثابته، والوضع ان شاء الله في
محور ده بالذات الايام الجايه حيكون هجومي، جيش ثاني حيهجم وما حينتظر. يعني عندك الدندر وعندك السنجه وعندك السوكي وعندك المناطق دي كلها ان شاء الله ثاني بعد كده حتشهد عمليات بتاعت هجوم. برضه بالاضافه بقادم هناك الجزيره برضه حتكون في عمليات بتاعت هجوم باذن الله في الايام الجايه دي. الباشا طبيز، الباشا طبيز ده شكله كده مقيب، بيرفعوا له تقارير مضلله. الباشا طبيز ساعات شوف ناسك في المقرن وضعهم شنو؟ شباب اوعى تسوق الناس ساكت. انت لك سنه ونص قاعد تطلس. الموضوع في المقرن اختلف، في وسط الخرطوم عموما الموضوع شنو؟ يختلف. لا عندك ناس بيكاتلوا، عندك ناس متلبدين. بحمد الله القشم بيغادب هناك يوميا مكسب جديد، حيد منك عدد كبير جدا جدا من المواقع اللي كان يصعب انتظاركم في اعتقاداتكم انه الحته دي القشم ما بخشها، خاتين حسابات القناصين والكلام ده. والمساله بتاعت القناصين دي تعالجت، مصفحات دخلت دي ما معاها قناصين ثاني. موضوع اختلف. وانا من بدايه الاحداث قاعد اقول يا اخي شغل بتاع الشوارع ده والشغل بتاع حرب المدن ده عنده ناس معينين، اهله هيئه العمليات وابو طيره. المكانات دي بيعرفوا الشغل ده. وهسي النجاح الحاصل في المقرن ده بسبب درايتهم ومعرفتهم. ناس شغالين شغل زي الشغل، حيروا الجنجه. ومن الجنجه كانوا متوقعين انه في مواقع كده في المقرن ده يقوموا منها، ما كان خاتين فرسانه، كانوا معتمدين على تسليحهم، معتمدين على قناصاتهم، وده كله بقى ما بياكل عيش. دنقاس كده جروا صيقوا منها. ما عندهم اي حاجه. الباشا الطبيز قاعد يطلص الناس. يقول لك ما عارف نحن وشنو؟ سواقه بالخلل. تعال شوف الوضع هناك، كلف نفسك تعال كان تقدر. شوف الوضع هناك، فموضوعك استحمى. طيب بالنسبه للاستنفار بتاعهم المزعوم. قال لك استجابه للنداء القائم قالوا هم يعني استنفروا 1,000,000 مقاتل. خلص سواقه بالخلق، كلامكم ده يمشي على اي زول. الا ود المصطفى، انا قاعد معاكم في جروباتكم، مصادري من داخلكم، ما كلام ده كتبتوه في جروباتكم. انه ود المصطفى متخصص في معارف في الحرب النفسيه، ود المصطفى في ناس بيتعاملوا معاه، هاي بيتعاملوا معانا، في ناس بطونهم طامه منكم، في ناس مجبرين خايفين على اهلهم اللي قاعدين في مناطقكم، نعرفهم. ناس كانوا في حرس حدود وناس كانوا بنعرفهم كويس واسمائهم مرفوعه. انت استنفارك بتتكلم عنه ده شغل بتاع دعايه عسكريه، ما في اي زول حيستجيب. الناس دي خلاص وعد، حتى في المناطق اللي انتم مختطفينها وقاعدين فيها الناس وعد. الناس بقت عارفه، اللي بمشي ما بجي، يتلفت شماله بيت عزا، يمينه بيت عزا، قدامه بيت عزا، ورا ود عزا، يسال ما عارف ود عمه ولا انجغم، ود خاله انجغم، الود شنو؟ الاستنفار ده فشل. فشل فشل ذريع، ما في نهائي. حتى نيالة وقايمين وقاعدين وهنا جايبين لكم شياب وجايبين لكم هنا، فطرتوا انتم؟ والله ما تعملوا حاجه، ما عندكم اي حاجه. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في الصفحه لنستمر بالنشر المزيد ان شاء الله. تعال شوف الوضع هناك، كلف نفسك تعال كان تقدر. شوف الوضع هناك، فموضوعك استحمى. طيب بالنسبه للاستنفار بتاعهم المزعوم. قال لك استجابه للنداء القائم قالوا هم يعني استنفروا 1,000,000 مقاتل. خلص سواقه بالخلق، كلامكم ده يمشي على اي زول. الا ود المصطفى، انا قاعد معاكم في جروباتكم، مصادري من داخلكم، ما كلام ده كتبتوه في جروباتكم. انه ود المصطفى متخصص في معارف في الحرب النفسيه، ود المصطفى في ناس بيتعاملوا معاه، هاي بيتعاملوا معانا، في ناس بطونهم طامه منكم، في ناس مجبرين خايفين على اهلهم اللي قاعدين في مناطقكم، نعرفهم. ناس كانوا في حرس حدود وناس كانوا بنعرفهم كويس واسمائهم مرفوعه. انت استنفارك بتتكلم عنه ده شغل بتاع دعايه عسكريه، ما في اي زول حيستجيب. الناس دي خلاص وعد، حتى في المناطق اللي انتم مختطفينها وقاعدين فيها الناس وعد. الناس بقت عارفه، اللي بمشي ما بجي، يتلفت شماله بيت عزا، يمينه بيت عزا، قدامه بيت عزا، ورا ود عزا، يسال ما عارف ود عمه ولا انجغم، ود خاله انجغم، الود شنو؟ الاستنفار ده فشل 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 ذريع، ما في نهائي. حتى نيالة وقايمين وقاعدين وهنا جايبين لكم شياب وجايبين لكم هنا، فطرتوا انتم؟
والله ما تعملوا حاجة، ما عندكم أي حاجة. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في الصفحة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.